السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوان والأخوات اللي التحقوا بيا في هذا الفيديو الجديد. تتحلف عليا، قال لي النهار نعاود نشدك هنا ولا النهار نلقاك هنا غادي نصفيها لك. العائله ديالنا كل شيء هربوا، لا خالي لا خالتي لا عمامي لا كل شيء، حتى واحد ما كيوصل عندهم للدار، صافي كل شيء خايف. مره تكرفس عليها اغتصبها وهز سروالها وخرج للزنقه كيقول للجيران، تيقول لهم ها شوفي شنو درت لامي، هاش درت ليها. واحد المره جاو بغاو يديوه للبوليس وكيقول لهم خليوني تانعوا من حيد الجنبه عاد باش ديوني. اختي حيدا سروالها في الزنقه وكل شيء كيشوف، ما كاينش اللي قد يهضر، راه طويل وصحيح ومقلضم، عنده واحد الصحة واحد الجهد. قضية اليوم هي قضية خطيرة بزاف، تجمع فيها سخط الوالدين مع زين المحارم مع الظلم والحقرة وبزاف الحاجات. إلا أعطاك الله ربي واحد الولد مرضي ومربي وكيحترم، بقى تحمد ربي صباح وعشية على هذيك النعمة الكبيرة، لأنه كاينين شي والدين اللي عطاهم ربي شي ولاد ولا بنات مساخيط حولوا حياتهم الجحيم لا يطاق، وسبحان الله وصلت الدرجة بالوالدين أنهم يطلبوا الله يهز عليهم هذاك الولد. فتخيلوا مني الأم تقول يا ربي خذ ولدي وتوفاه باش نتهنى ونرتاح من السخط والمشاكل ديالو. والله إلا كاينين والدين اللي تيقولوا هذا الكلام من كثرة العذاب اللي كيدوزوا عليهم ولادهم، وهذا الشيء راه حقيقي وجاري به العمل، مأساة حقيقية اللي غادي تسمعوها في الحلقة ديال اليوم. قضيتنا غادي تبدا من نواحي مدينة خنيفرة وبالضبط من منطقة الكورس، وغادي نتكلموا على واحد الأسرة متكونة من راجل ومراته اللي كتعاني من إعاقة وما كتمشش على رجليها، وعندهم ثلاثة ديال الوليدات، جوج بنات وولد. الولد الكبير سميته حامد وفي عمره 45 سنة، تابع أخته اللي سميتها مليكة وفي عمرها 40 سنة، قرات حتى شدات الباك ولكن للأسف عمرها خدمات أو لا تزوجت، وهذا الشيء عمل لها واحد الصدمة كبيرة ولات غير منطوية على راسها وما كتهضر مع حد. عاد البنت الصغيرة اللي سميتها حنان مزوجة وعندها وليداتها وساكنة في مدينة القنيطرة، ومن جهة أخرى عندهم واحد خوهم من أمهم سميتو سعيد مزوج وبوليداته ساكن في الناظور، وهذا جداته هي اللي رباته حتى كبر وخدم وتزوج. القضية اللي أمامنا اليوم فجراتها الإبنة اللي سميتها حنان، وهي اللي غتوجه النداء ديالها للسلطات باش تعتق عائلتها من واحد الخطر كبير كيهددها. هاد حنان منين تزادت خداتها خالتها باقة صغيرة ورباتها حتى ولات عندها 15 عام، وهنا حنان غادا ترجع عند والديها لدارهم وجلست معهم غير سنوات قليلة فقط، وغيسهل عليها الله وغادا تزوج وتمشي للقنيطرة عند راجلها، ما يعني أنها ما عاشش بزاف دار والديها وما ترباتش مع خوتها. ندوزو دابا للابن اللي سميتو حميد واللي هو بطل قضيتنا ديالت اليوم. هاد حميد كان واحد الشاب طويل وصحيح ما شاء الله كوستو كما تنقولوا. اذا حميد من صغره كان كيفكر يهاجر برا البلاد، وفعلا خطط للفكره ومشى حرق الاسبانيا مني كان صغير. وصل لاسبانيا ودبر على راسو كما تنقولوا، شد فواحد النصرانيه شارفه وبقى معاها حتى صوبات ليه الوراق، وكان خدامه بفلوسه بخير وعلى خير. ولكن واحد الوقيته السيد تبلى بالشراب وكان كيسكر بزاف، وفي هاد الفترة دخل مع واحد المافيا خطيرة تما وخدم معاهم ودار الفلوس صحيحة. ولكن في واحد النهار تيرى في واحد الشخص بالفردي وكان غادي يقتلو، هنا البوليس غادي يعتقلوه ودوز في الحبس مدة 3 سنوات، وهم يحيدوا ليه الوراق وصيفطوه ريفو للمغرب بعد ما دوز 8 سنين في إسبانيا. حميد ما تسرطات ليهش كيفاش يرجعوه ريفو للمغرب، وبدا كيفكر كيفاش يرجع لإسبانيا، وهنا مشى لمدينة الناظور وكرا تما مع شي دراري وبدا كيقلب كيفاش يدير يحرق لإسبانيا، ولكن والو ما قدرش وما لقى حتى طريقة. هاد الشيء أزمو في نفسيته بزاف، وفعلا واحد النهار تناقش مع دوك الدراري اللي كاري معاهم وهو يهز واحد الحديدة وناض كيسلخهم بها كاملين. السيد جهل بحال الا ولاو فيه 10، جاو البوليس اعتقلوه ومنين حقوا معاه لقاو حميد بحال الا السيد ماشي نورمال وكيعاني من اضطرابات عقليه. هذا علاش داوه للمستشفى ديال الامراض العقليه، شدوا الطبيب عطاه بعض الادويه والمهدئات حتى تحسنت شويه الحاله النفسيه ديالو، دوز في المستشفى 15 يوم وخرجوه. حميد غير خرج من السبيطار
سمح في كل شيء، في حوايجه وكاع داكشي اللي عنده في البيت اللي كاري مع صحابه، شد الكار مباشره ورجع لخنيفره لعند والديه. حميد جلس واحد المده قصيره في دارهم، كان عادي شويه السيد بداو كيبانوا فيه شي فعايل خايبين، ولا فيه الصداع بزاف، كيضل يغوت في دارهم ديما مدابز مع الجيران وداير حاله في المنطقه. الاب ديال حميد كان مريض بزاف وكيدير الدياليز، تازمات حالته الصحيه ومات مسكين الله يرحمه مورا عام باش رجع حميد عند دارهم. الوفاه ديال الاب اثر بزاف على حميد وزاد كفس الحاله النفسيه ديالو بالمعقول، وهنا حميد صافي فقد العقل بمره واحده وما بقاش انسان طبيعي كيفكر وكيميز. صافي حميد رجع حمق بالوراق. الاب قبل ما يموت خلى لمراته واحد الرزيق، شي فليسه ضل حياته كاملها هو خدام كيجمع فيهم باش يخلي لمراته وبنته باش يعيشوا من موراه، لانه كان عارف ما عندهم حد من غير الله سبحانه وتعالى. الزوجه معاقه وما كتمشاش، والبنت كبيره وعمرها خدمات، والصحه العقليه ديالها ماشي تلهيه تهي. هذا علاش هز لهم الهم وخلى لهم باش يعيشوا من مورا الموت ديالو. ارى ليك سيدهم حميد واحد النهار جاتو واحد الحاله هستيريه، وخدا لمو دوك الفلوس كاملين اللي كانت مخبياهم لدوير الزمان، وخرج للزنقه وبدا كيغوت وكيشتت في دوك الفلوس، كيشتت ويشتت حتى رمى الفلوس كاملين. جاو الناس كيجريو شي كيهز من هنا شي كيهز من هنا، حتى خداو دوك الفلوس كاملين ومشاو في حالاتهم. والام مسكينه وبنتها ما لقاو جهد وبقاو غير كيشوفوا في حميد كيغوت وكيشتت في الفلوس، والناس جمعوهم ومشاو، والام مسكينه بقات الله كريم. نهار اخر عاود ثاني حميد سخن عليه راسو، ناض الليمونه اللي خازنه مو من القمح، شد داك القمح كامل وخرج للزنقه تيغوت ورماه كله وما خلى حتى حبه ديال القمح في الدار. ايوا صافي الام وبنتها ما بقى ليهم ما يعجنوا ولا ما يخبزوا. لحسن الحظ ان مالكه اخت حميد استفدت من الدعم اللي كتعطيه الدوله للاسر المعوزه، داك شويه ديال الدعم هو باش كتقضي، وحنان اللي ساكنه في القنيطره مره كتصيفط لهم شي بركه كتعاونهم بها. داز ايام وجات ايام، حميد حالته النفسيه غدا وكتزيد تدهور اكثر واكثر، حتى ولا كيخرج للزنقه ويغوت، واللي داز من حداه يضربو بلا سبب، وصلت به الدرجه كيهز جنويه كبيره وكيخرج للزنقه وكيهدد بها الناس. كينوضوا الجيران كيديكلاريو بيه، كيجيو البوليس كيهزوه ويديوه للسبيطار ديال الامراض العقليه بخنيفره، كيدقوا ليه لباري كيعطوه المهدئات، كيدوز فيه واحد 15 يوم ويعاود يطلقوه، وكيعطيوه التريطمون اللي غيتبع في الدار، ولكن ما كيبغيش يشرب الدواء وكيرميه. يومين الاولى كيكون مهدن بحيت باقي شد فيه الدواء، ولكن غير كيمشي المفعول ديالو كيرجع لحالته القديمه وكينوض يحيح على مو اختو على الجيران. نهار على نهار الامور كتخرج على السيطره، حميد ولا انسان عنيف بمعنى الكلمه، اللي داز حداه كيضربو، ومعه هو طويل وصحيح حتى حد ما كيقد عليه، لدرجه انه معروف في المنطقه والناس تسميه حميد الهبيل، كلشي كيخاف منه، والناس كتبدل الطريق الا شافتو جاي، كيهز الجنويه ويخرج للطريق ويتجبد ويبدا يغوت ويشير بها على الناس ويخلع فيهم، ولكن حتى حد ما كيقرب منه او يهضر معاه، لان السيد فيه عشرة كيهربوا كيخليوه داير ما بغى. الام وبنتها مالكه بقاو في الدار مرهونات، ما كيخرجوا كي الناس، ما كيهضروا مع الجيران كي الناس، حرم عليهم كل شيء، حرم عليهم حتى يجيو عندهم العائله والحباب باش يطلوا عليهم. اللي جا عندهم كيغوت عليه ويضربوا ويحاول يقتلو، تيقول لهم اللي جا عندنا للدار غادي نذبحو، لدرجه ان اخوهم سعيد اللي في الناظور جا غير يسول فمو واحد المره شدو وشنق عليه بغى يقجو ويقتلو بالكشيفه حتى سلك راسو منه، ومني خرج من الدار حلف لا عاود رجع ليها، كانت هذيك هي اخر مره غادي يشوف فيها امه. ونفس الشيء بالنسبه للعائله كاملها، حتى حد ما بقى كيجي عندهم حيت كيخافوا من حميد، وحتى اختهم حنان اللي في القنيطره تحلف فيها وقال ليها نهار تجي عندنا للدار غادي نذبحك، عمرك تحطي رجليك هنا. وهاد حنان مسكينه كتخلي حتى كيشدوه شي مره ويدوه للسبيطار، وكتستغل ديك الفرصه ديال الغياب ديالو وكتمشي عند امها واختها تتزورهم تطلع عليهم تعطيهم شي بركه وتمشي قبل ما يرجع خوها من السبيطار. اش غنقول لكم، حاله اللي ما تبغيهاش لعدوك.
القصة ما سالتش هنا، الأمور تطورت لما هو أسوأ. حامد مسخوط الوالدين، وصل به الإجرام أنه ولا كيتكرفص على أمه وعلى أخته حتى هي. القضية فيها الاغتصاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأم زحافة ما كتمشيش، كيتعدى عليها واخا طلب وتزاوج فيه ما كيعتقهاش. واخته حتى هي اللي باقا بنت وما عمرها تزوجات، والله ما كيحترمها وما كيرحمهاش. وما تيقولش لا حشومه هذيك اختي نقرب ليها، ولا كيشدها حتى هي كيتكرفص عليها. يعني السيد داير ما بغى في دوك الجوج عيالات اللي ما لقاو ليه جهد باش يدافعوا على راسهم ولا باش يهربوا منه. حميد كيتكرفص على مو، كيهز السروال ديالها وكيخرج للزنقه وكيغوت وهو فرحان، وتيقول للجيران شوفوا شنو درت لامي. اما مالكه هذيك راه كيتكرفص عليها ويخرجها عريانه للزنقه وفرحان وكيغوت بداك الشيء اللي دار في اختو. وواحد المره خوى عليها ليسانس بغى يحرقها بالزز، فكوها الجيران منه. هنا غادي نسكت اخوتي حيت هاد الشيء راه بزاف، وحسبي الله ونعم الوكيل. المراه الكبيره زحافه كيتكرفص عليها ولدها، ولات تتقول يا ربي يديوه للسبيطار ولا يديوه للحبس ولا يقتلوه، المهم غير ما يرجعش عندي للدار. اما مالكه اختو اللي مسكينه ربي اللي عالم بها، لان حتى هي العقل ديالها ما بقاش متزن من داكشي اللي كيطرى فيها. وراه نذكركم انها عندها غير 40 سنه، فراه الا ما توضعش حد لهاد الكارثه راه ممكن تحمل من خوها. حنان مشات عند البوليس ودارت شكايه بخوها، ولكن قالوا لها ما عندنا ما نديروا ليه، السيد حمق والحمق ما غاديش يمشي للحبس. كيدوه للسبيطار كيداويه وكيعاودو يخرجوه، وقالوا ليها خاصك تمشي عند مساعده اجتماعيه وشرحي ليها القضيه ديالتكم. ومنين مشات عند المساعده الاجتماعيه وحكات ليها القصه، قالت ليها خاص يجيو عندي الام واختك باش تكشف عليهم الطبيبه ودير ليهم شهاده طبيه ديال الاغتصاب ونستمعوا للاقوال ديالهم، لانهم هما اللي متضررات من خوك. حنان تتقول مشيت عند امي وقلت ليها يلاه معايا، نوضي ديري شكايه بولدك وديري شهاده طبيه. ولكن الام مسكينه ما بغاتش، لانها حاسه بالخزي والعار وما قداتش تواجه المجتمع وتعاود داكشي اللي كيدير ليها ولدها. الجيران والساكنه ديال المنطقه كاملين تجمعوا سيناو واحد العارضه بان هذا الشخص كيشكل خطر كبير على الساكنه، وبانه كيتعرض لهم في الطريق وكيضربهم وكيهددهم. وسبق ليه واحد المره تبع شي دراري ديال المدرسه وشد فيهم واحد بغى يذبحو بالزز حتى فقوه الناس منه. حنان تتقول انا عييت راني شكيت وراني دعيت والجيران تاهما شكاو، ولكن والو، راه حتى حد ما دار معنا شي حل. ودابا حنان تتقول يا ربي غير كون داوه حبسوه في شي سبيطار او لا قتلوه باش نتهناو منه، حيت راه ولات خايفه شي نهار يعيطوا ليها ويقولوا ليها راه خوك قتل امك واختك. نقول لكم واحد الحقيقه ثابته 100%، معظم هادوك اللي كيكونوا عايشين في الخارج وكيرجعوهم ريفو للمغرب، يا اما كيتسطاو كيدخلوا السبيطار د الحماق او كيديروا شي جريمه وكيدخلوا للحبس، لانه ما كتصرتش ليهم كيفاش كانوا في اسبانيا اولا في ايطاليا الجنه ديالتهم، وفرمشه عين يتضرب لهم كلشي في الزيرو ويرجعوهم للمغرب. فهنا نصيحه للاباء اللي كيرجعوا ولادهم ريفولي من برا، بادروا وسارعوا باش تديوهم لطبيب نفساني قبل ما يحماق ويدير شي كارثه في امو اولا خوتو او في الجيران. وهذه راها حقيقه وكاينه وموجوده بلا ما نكذبوا على راسنا. المستجدات انه من بعد الصرخه اللي وجهاتها حنان، الحمد لله السلطات الامنيه دخلات وداهمات المنزل ديال الاسره في منطقه القرص واعتقلوا حميد. الغريب ان هذا مسخوط الوالدين من شدوه كان هادئ وكيتصرف بطريقه عاديه، ما بدا حتى مقاومه او لا عنف. وهنا كنطرحوا التساؤل، واش فعلا هو حمق او اللي كيتبوهل على الناس باش يدير ما بغى؟ المهم راه داوه للدائره الامنيه وغيتم عرضه على طبيب نفسي مختص اللي غادي ياكد واش فعلا هو حمق او هو مجرم وكيتحامق على الناس. الام وبنتها حتى هما داوهم للمركز ديال الشرطه باش يستمعوا للاقوال ديالهم بخصوص الاغتصاب اللي تعرضوا ليه والمعامله الوحشيه اللي تعاملهم بها حميد. الله يدير لهم تاويل الخير يا ربي، امين. فمباشرة بعد هذا الفيديو عملية استنفار عرفها حي القرص في هذه الأثناء أو بعد قليل.
كان السلطات المحلية، القائد وأعوان السلطة ورجال الأمن، فكل المصالح كانت في حالة تأهب من بعد شاع الفيديو ديال واحد البنية اللي كتبكي على هذيك السيدة في اليوتيوب وكتقول لها رجاء أن الأم ديالي راها تغتصب من طرف خويا، وراه خويا حلفها فيا، وإلا بغيت نمشي عندو ما يمكنليش نمشي لخنيفرة حتى أنني نعرف وراه دخل الجناح ديال المستشفى الأمراض العقلية حتى نجي، لأن خفت لي يقتلني أو لي يغتصبني كما تيغتصب أمي وتيغتصب أختي. فمباشرة من بعد ما هذا الفيديو كانت فيه اتهامات وتصريحات كانت مؤثرة، وحتى الطريقة ديال ديك الأخت كانت طريقة لبقة وإنسانية في التعامل ديالها مع هذا الحدث، فبشرت السلطات المحلية بمدينة خنيفرة ودائما بتنسيق مع النيابة العامة بعد قليل أعمالها، وبالتالي تمت مداهمة بيت المشتبه فيه. أنا أؤكد لكم أن عبر شهود عيان كانوا بمنطقة القرص أنه تم اغتيال المتهم وهو في حالة جد عادية، فيما أن الأم ديالو والأخت كانوا في نفس المنزل، الشيء اللي باشرت النيابة العامة الأشغال ديالها في هذا الأثناء وهبطوا وجابوه، هبطوا هذاك السيد الذي تواجد في التحقيق عند لابي جي ديال خنيفرة، وكاين الأم ديالو دابا راه في الكوميسارية، والأخت فيما أن هناك من صرع أنه باش الأم ديالو يحيلها على طبيب نفساني مادام أن الأم كانت تغتصب من طرف هذا الشاب.